بننتقل إلى إيه بقى؟ إلى إيجنت جديد اسمه جول بيزد إيجنت، يعني الوكيل المبني على هدف أو وكلاء الهدف. مالهم بقى؟ They choose their actions in order to achieve goals، يعني بيختار أفعالهم ماشي واللي بيقوموا بيه عشان يحققوا الهدف المطلوب. حتى جاي من اسم goal based، يعني هؤلاء الايجنتس جماعه كل هدفهم انه يحقق التارجت بتاعه، يحقق الجول بتاعه. طيب هل ده بقى زي الريفلكس ايجنت اللي فات؟ لا. قال لك ايه بقى؟ goal based approach is more flexible. مرن عنه عمين عن الريفلكس ايجنت. ليه؟ لان هنا يا جماعه النوليدج سبورتنج اكشن، النوليدج اللي انا من خلالها بقدر اعمل قرار، ها اكسبليسيتلي موديلد، يعني بتتعدل بشكل صريح، اتصممت بشكل صريح. بص يعني هناك كان حاجه اسمها الكرنت ستيت او الكرنت، يعني شغال على الحاجه الحاليه. هنا كل حاجه واضحه، كل حاجه باينه، تمام. يبقى هي خلاص، يبقى تم عمل موديلنج تمام له بشكل صريح، thereby allowing for modifications، وبالتالي بيسمح باجراء تعديلات. يا جماعه يبقى الجول بيست ايجنت ده عباره عن وكيل او عميل بيختار الاكشنز بتاعهم عشان يحقق التارجت بتاعه، عشان يحقق الهدف ايه بتاعه. مرن تمام، اتصمم بشكل واضح، عشان كده التعديلات مسموحة فيه. ايه هو كلمة الجول هنا معناها ايه؟ الجول هنا معناها ايه؟ قال لك it is a description of desirable situations، يعني وصف لي انا عايز ايه؟ يبقى وصف للمواقف المرغوبة. يعني التارجت يا جماعة او الهدف او الجول هو عبارة عن وصف للي انا عايز اعمله، اللي انا محتاجه. ده اسمه الايه؟ اسمه الجول. تعال نشوف بقى الشكل بتاعنا كده، بص ونشوف التغيير ده ايه اللي حصل عليه. نفس الكلام، ادي الايجنت وادي الانفايرمنت ماشي، السنسورز برضو والافكتورز. طيب تعال بقى بص، الستيت خدناه قبل كده، هاو ذا وورلد لايك ناو ماشي. طيب تعال نشوف بقى وات ماي اكشنز دو، خلاص ايه بقى ليه افعال؟ what happens if I do action A. يبقى هنا هو بيتكلم او بيختار الاكشنز عشان يحقق مين التارجت او الهدف بتاعه. ايه الجولز بقى بتاعت هذا الايجنت؟ ايه الجولز بتاعته؟ what actions I need to do. واحد يقول لي ايه ده؟ ده نفس الجمله كانت في ايجنت تاني حاجه تانيه. تعال بص كده، كانت مره condition action role حسب طبيعه ايه الايجنت، حسب طبيعة الايجنت. هنشوف كده، جت هنا نفس الكلام condition action role، جت هنا بقى الجولز، بما انه goal based agent بقت الجولز بتاعته، ها ايه اللي هقدر اقوم بيه خلاص، او ايه الاجراءات اللي انا محتاجها عشان احقق الجول بتاعي او احقق التارجت ايه التارجت بتاعي. كويس. طيب عندي ايجنت تاني اسمه يوتيليتي بيزد ايجنت. يوتيليتي بيزد ايجنت اللي فات كان جول بيزد ايجنت، ده يوتيليتي. يوتيليتي يا جماعه يعني المنفعه، يعني الخدمه، يعني الوكيل المبني على المنفعه، على اساس المنفعه. زي تشوز اكشنز بيزد اون بريفرنس او يوتيليتي for each state. لكل حاله بقى انا عايز افضل حاجه واكتر حاجه نفع ليا في هذه الايه الحاله. خلاص جولز هنا بقى are in adequate، يعني ايه هدفنا بقى ايه غير كافيه هنا؟ لا مش عايز بس اوصل للهدف، لا انا عايز اوصل للهدف ها واشوف الفايده والمنفعه من هذا الهدف. اوكي there are conflicting goals out of which only few can be achieved، يعني بيقول لك في اهداف متصارعه متضاربه، ها انا ما بقدرش احقق الكثير منها، او يعني اللي بيتحقق هو القليل منها. خلاص goals have some
uncertainty of being achieved and you need to weigh like likelihood of success against the importance of a goal. يعني ايه؟ يعني الاهداف تحتوي على ايه؟ تحتوي على قدر من عدم اليقين بشان تحقيقها، يا ترى هنفذها ولا مش هنفذها؟ خلاص؟ تحتاج ايه بقى؟ لموازنه احتماليه النجاح. يعني انا بعمل ايه؟ بالانس، بوازن احتماليه النجاح مقابل ايه؟ مقابل اهميه الهدف. اوكي؟ طيب تعال نشوف بقى كده الشكل بتاعها. اهو نفس الكلام ماشي؟ بس بدل هنا بقى الجول جت ايه بقى؟ جت اليوتيليتي. جت اليوتيليتي. بس اليوتيليتي بقى راحت فين؟ How happy I am by doing action A. انا بقى مش just ان انا رايح ايه؟ اعمل الجول بتاعي. لا، ده الايجنت هنا بيقول يا عم المنفعه. يعني هل انا بعد ما اوصل الجول ده هل كم انا سعيد ان انا عملت اكشن ايه؟ الاكشن ده حقق لي الجول والمنفعه بتاعته ولا لا؟ اوكي؟